سلام عليكم. من 5-0 لتشيلسي على ريال مدريد، فجأة تحولت النتيجة إلى 3-2 وتأهل ريال مدريد وودعت تشيلسي. شو هالكلام يا محمد؟ متى حصل؟ لا تألف، نشرح في الحلقة. وفي ريال الإسباني يستمر في كتابة التاريخ، يهجم ناجلسمان ويقصى البايرن من دوري الأبطال، وليفربول ينجو من فخ بنفيكا اللي علموا أخطائه ويتأهل لنصف النهائي، والسيتي بصعوبة بالغة وبالموت الأحمر الزؤام يقصى أتلتيكو مدريد ويضرب موعد مع ريال مدريد في نصف النهائي. هذا هو جنون كرة القدم، وهذه بطولة دوري أبطال أوروبا. اليوم رح نستمتع بجولة لطائف إياب دور ربع النهائي. بس لحظة، في فريق كبير اسمه برشلونة رح يلعب اليوم صح؟ جمهوره ما إلهم نصيب من المتعة؟ لا والله إلهم نص. دعوة لكل جماهير برشلونة، بل لكل عشاق كرة القدم عموما، اليوم الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل ساعة بالضبط من لقاء برشلونة وفرانكفورت في إياب دور ربع النهائي للدوري الأوروبي. رح أخذكم في رحلة رائعة عبر تطبيق وولف، رح نفجر المتعة هناك. اطلعوا على الميكروفون وناقشوني ودردشوا معي في كل ما يخص برشلونة والدوري الأوروبي، ورح نحكي عن دوري أبطال أوروبا وعن كل الدوريات العالمية وحتى العربية لو حبيتوا. فضاء مفتوح إلي وإلكم، بس رح نقضي مع بعض 45 دقيقة جميلة. كل اللي عليكم تحملوا تطبيق وولف من رابط التحميل اللي مثبت في وصف الحلقة تحت الفيديو، ومثبت كمان تحت في أول تعليق. ضغطة واحدة على الرابط بياخذك مباشرة على غرفة الدردشة، أو بعد ما تنزل التطبيق من الرابط وتدخل عليه ابحث عن غرفة وولف الرياضية في خانة البحث وبس، حتلاقينه هناك ومنتظرك. كون معي الساعة 9 مساء واستمتع بأجواء كروية رمضانية رائعة، بدي أشوف الكل هناك. نرجع لحلقتنا المجنونة. في حلقة أنا أقطع بدور ربع النهائي لدوري الأبطال، أنا سلمت البطاقة للبايرن على فياريال، صحيح والله، بس هل خرج من تيمي من هون أي كلام عن إنه البايرن سيمر بسهولة؟ بالعكس، أذكركم حرفيا شو قلت. قلت بتفكروا فياريال سيستسلم بسهولة ويسلم البطاقة للبايرن؟ راح يكون شرس جدا. وفعلا المباراة كانت متكافئة وحسمت في آخر دقيقة من الشوط الرابع بينهم في لقاء الإياب. وفي نفس الحلقة تغنيت بيوناي إمري وصنيعه الرائع مع فياريال، بل شرحت لكم عقلية وقوة هذا المدرب في بطولات الكؤوس، وتكلمنا عن ضعف دفاع البايرن وكثرة تلقيه للأهداف في كل مباراة على الرغم من قوة هجوم الضارب، وهذا ما حصل تماما في المباراتين اللي جمعت الفريقين ما بين ذهاب وإياب، وهذا عكس تماما ما يجي واحد يقول لك البايرن سيكتسح فياريال وسيتأهل لنصف النهائي. على الإطلاق هذا الكلام أنا ما قلته. ناجلسمان مدرب البايرن هاجت عليه الجماهير والصحافة الألمانية، خروج من الباب الصغير في بطولة الكأس من مونشنغلادباخ بعد 5-0، وخروج مدوي ومؤذي من فياريال في بطولة دوري الأبطال. شخصيا أنا مش متفاجئ أبدا مما يحصل مع البايرن، ولذلك قلت لو مر من فياريال سيخرج من ليفربول، لأن الفريق اللي ما بيعرف يدافع في هذا الزمن لن يصعد على منصات التتويج إلا في حالة واحدة، أن يكون الخصوم أسوأ حالا. وفياريال فريق متزن جدا دفاعيا وهجوميا. اهم شيء عمله يوناي امري مع هاي المجموعه من اللاعبين هو انه هيئهم نفسيا ان لا نخشى احد. احنا مش اقل من اي فريق، نحن ابطال الدوري الاوروبي على حساب مانشستر يونايتد، وقاتلنا على بطوله السوبر الاوروبي مع تشيلسي وخسرنا فقط بركلات الترجيح، والا لكنا ابطالا للسوبر الاوروبي. هل تعلم انه يوناي امري مع فياريال من الموسم الماضي حتى الان لعب 13 مباراه اقصائيه ما بين الدوري الاوروبي الموسم الماضي ودوري الابطال هذا الموسم، ولم يتعرض لاي هزيمه على الاطلاق؟ شفتوا ليش بقولكم هذا الرجل كنز في بطولات الكؤوس؟ والله فياريال يصنع التاريخ ويصل للمرة الثانية في تاريخه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. متى كانت المرة الأولى؟ ومن ينسى قبل 16 سنة مع المدرب التشيلي مانويل بيليغريني في عام 2006، جيل ذهبي من إخوان رومان ريكيلمي ودييغو فورلان وإخوان بابلو سيرين وماركو سينا وسانتي كازورلا، ويومها وصل فياريال لنصف النهائي وتوقفت مسيرته هناك على يد فريق إنجليزي إنه نادي الأرسنال. والمفارق إنه هاي المرة كمان تأهل لنصف النهائي ليجد أمامه نادي إنجليزي آخر، بس هالمرة ليفربول. وعلى سيرة ليفربول، فالمفروض كلوب يشكر مدرب بنفيكا نيلسون كثير الشكر اللي كشف له عيوبه وأخطائه في أهم وقت في الموسم، ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. بنفيكا أبان عن مشاكل واضحة وفاضحة في خط دفاع ليفربول في هاي الفترة بالتحديد ما كانت من قبل، وأفضل سيناريو لأي فريق في الدنيا هو إنه عيوبه تظهر في لقاء ويفوز فيه مش يخسر، فينجو من العقاب ويعمل على إصلاح هذه الأخطاء في المباريات القادمة، فهمتوا؟ ولذلك ليفربول تأهل نعم، ولكنه تعلم درس ممتاز للمستقبل. بنفيكا كسب احترام العالم كله، بداية من تأهله على حساب برشلونة في دور المجموعات، ثم إقصاء أياكس أمستردام المتطور في دور 16، وأياكس الذي يعتبر واحد من أقوى فرق البطولة، أياكس اللي تأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة بست انتصارات. بنفيكا عمل له بلوك وحط له حد وأخرجه من البطولة، ومع ذلك بنفيكا ما حصل على حقه من الإنصاف الإعلامي إلا عندي هون، ليؤكد بنفيكا لكل العالم إنه هو فريق كبير جدا ولا يستسلم بسهولة. وها هو ذا يحرج ليفربول، بل كاد يفوز عليه في جحيم الأنفيلد.
عود لولا الغاء الهدف الرابع لبنفيكا. طيب قبل ما ندخل على قمه ريال مدريد وتشيلسي خليك عنيف وسلخ لايك جبار للحلقه، بدنا 300,000 لايك لا تنازل عنها. والمفروض انك بتعرف انك انت الان امام محتوى ممتع وهادف، فلازم تكون مشترك معنا. ما اظنك بتتابعنا ومش مشترك، ما بينفع اصلا، لا يصح هذا الكلام. معقول تفوت على نفسك متعه متابعه حلقتين كل اسبوع من اجمل ما يكون؟ لو فعلت جرس التنبيهات على كل الاشعارات راح توصلك الحلقات اللي عندك وباشعار نوتيفيكيشن على تليفونك. طيب صدقت الان كلامي لما قلت انه تشيلسي قوي جدا وقادر على الاطاحه بريال مدريد من دوري الابطال؟ انا ما بعطيك توقع او قطع وبمشي وبتركك من دون تحليل او قراءه للاحداث والسيناريو، بالعكس ابرر كل تحليلاتي، لانه فعليا كل ما قلناه حصل بالضبط تماما. توخيل ابتلع انشيلوتي تكتيكيا وتشيلسي كان الاخطر والاكثر وصولا، 49 تسديد على مرمى ريال مدريد في 180 دقيقه ما بين ذهاب واياب. تشيلسي خرج باصعب سيناريو ممكن تتقبله النفس البشريه، الله يعين جمهور تشيلسي، خروج مر كطعم العلقم لن ينسوا مرارته لسنوات. لو كانت تشيلسي سيئا لتقبلوا هذا الخروج من عملاق اسمه ريال مدريد سيد البطوله تاريخيا، ولكن تشيلسي قدم لقاء اياب للتاريخ بس ما تاهل. كره القدم يوم الثلاثاء في لقاء ريال مدريد وتشيلسي ختمت علم جمالها واثارتها، من 5-0 لتشيلسي في لحظه ما الى تاهل لريال مدريد. نعم 3 اهداف لتشيلسي هي التي احتسبت، وهدف رابع تم الغائه لالونزو بسبب لمسه اليد. نعم الغي الهدف ولكن الوصول للمرمى والاختراق والتسجيل تم، والهدف الخامس كان هدف ولكن منعه كورتوا. شفتوا هذول اللقطتين بالتحديد؟ الغاء هدف الونزو وتصدي كورتوا الخارق لراسيه هافرتز والنتيجه 3-0. صرت اصرخ في الاستوديو واقول تاهل الريال. نقطتي التحول في المباراه وخاصه تصدي كورتوا. شو الفرق بين تشيلسي وريال مدريد؟ عامل الحسم وفقط. ريال مدريد يحسم من انصاف الفرص، وصول قليل للمرمى مقارنه بتشيلسي كثير الوصول والتهديد، بس الجوده وين؟ عند الريال مش تشيلسي. بنزيما لا يرحم، ولاعبو تشيلسي تفننوا في اضاعه الفرص السهله. انا اعني كلمه تفننوا، وهون بقول لك لا يعتب توخيل. شو يعمل كمان؟ ينزل يسجل عنهم تكتيكيا، الرجل اوصلهم لباب المرمى. شو ضل كمان؟ سذاجه وسوء تدبير وقرارات مستعجله من لاعبي تشيلسي امام المرمى، مقابل ركازه وثقه ودرايه وجوده عاليه عند لاعبي ريال مدريد. هم 4 لاعبين والله وليس انشيلوتي، 4 لاعبين امتلكهم انشيلوتي، 3 منهم الدنيا كلها ما عندها مثلهم، بنزيما ومودريتش وكورتوا، ورابعهم المجنون فينيسيوس جونيور. وعشان هيك انا افخر بقطعي لتشيلسي اللي قلت فيه لو هذا الثلاثي كانوا في يومهم في لقاء الاياب ستنقلب الطاوله على تشيلسي. ومصيبه تشيلسي انه هذا الثلاثي احقاقا للحق تفرعا في الذهاب بشكل مهول، وفي الاياب اختفى ساعه ثم ظهر، بس لما ظهر حسم، انتهى كل شيء. تكتيكيا جمهور ريال مدريد حاقد حقد الكلاب السود على اسلوب انشيلوتي في المبالغه بالرجوع للخلف والاعتماد على اسلوب دفاعي المنطقه، فعلها مع باريس ذهابا وايابا وكررها مع تشيلسي ذهابا وايابا. استفاد انه تشيلسي كان سيء ذهابا فتنفس انشيلوتي، بس في الاياب توخيل اعدم انشيلوتي حرفيا فسخط جمهور الريال. انا ريال مدريد والعب دائما للخلف ولا ابادر، ولازم كل مره ينقذوني كورتوا ومودريتش وابن الذمه. طيب لو كان لاعبو الخصم عندهم جوده الفينش مش عجزه كما لاعبي تشيلسي حيودع الريال؟ تاكدت مقوله انه ريال مدريد بيلعب خارج ارضه افضل ما يلعب في سانتياغو، بس الريال بيتاهل في سانتياغو بسيناريوهات مجنونه. اياكم تقولوا حظ، ما في حظ في كره القدم. تشيلسي ضيع ما لا يضيع فلا يلوموا الا انفسهم، وتالق نجوم الصف الاول لاعبي ريال مدريد جلب التاهل عن جداره واستحقاق. فرق الجوده في الحسم. انا اعشق انجولو كانتي بس بحمله بشكل اساسي مسؤوليه الهدفين. هل ينزل توخيل يعلم كانتي انه لازم ما يخسر الكره من مودريتش؟ كانتي المزلزل افضل قاطع كرات في العالم بده حدا يعلمه؟ روديجر وتياغو سيلفا ما بيعرفوا انه ابن الذمه يذبح مش يسجل بل يذبح من انصاف الفرص؟ غريب والله. احقاقا للحق انشيلوتي يحسب له تبديل كامافينجا الرائع. انا هنا منصف يا انشيلوتي، سحب كروس المتراجع بمستواه واقحم كامافينجا واعاد الحيويه لخط وسط ريال مدريد. لا وقال كروس طالع زعلان ومش عاجبه التبديل. ريال مدريد لازم يدير باله، الفريق سهل جدا ضربه دفاعيا. لمتى بس انت احكوا لي متى سينجو؟ لمتى عته وتيه الخصوم وجبروت رباع الريال سينقذ الفريق؟ معقول تكمل معهم للنهايه؟ ريال مدريد يصل للمره العاشر في اخر 12 عام لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. يا عفو الله الرحيم. وانشيلوتي يصل للمره الثامنه ليعادل رقم جوزيه مورينيو كثاني اكثر مدرب وصل لهذا الدور. طيب مين صاحب المركز الاول؟ هو اخر المتاهلين. ما خلى انشيلوتي يتهنى بالمركز الاول الا 24 ساعه، وصار الان هو اكثر مدرب يصل لدور نصف النهائي. اتكلم عن بيب غوارديولا. هذا وصوله التاسع لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، وهذا الوصول جاء على حساب اتلتيكو مدريد سيميوني. المباراه كانت ممله 70 دقيقه ثم انفجرت. الله يسامحك يا سيميوني، والله بتعرف تهاجم وهجوم رائع، ليش جلست في الخلف 160 دقيقه؟ لقاء الذهاب كله و70 دقيقه في الاياب.
وانت بتعرف انك متاخر في النتيجه. يا ناس اتلتيكو مدريد في لقاء الذهاب ما سدد ولا تسديد على مرمى السيتي، لا مؤطره ولا حتى طائشه وبعيده، اول مره بتصير مع سيميوني من 11 سنه من لما دربهم. ليش ترك المبادره لمانشستر سيتي طوال الوقت والنتيجه واضحه انه كل الفرق سجلت في دور ربع النهائي الا اتلتيكو مدريد ما سجل؟ والاغرب انه سيميوني جالس يصفق في الدقيقه 90 والجمهور بيصفقوا معه ومبسوطين. انا ما عمري شفت هيك جمهور عنده ولاء وانتماء مش طبيعي لفريقه. الجمهور طلع من الملعب يغنوا ويفجروا المفرقعات وعاملين جو ودنيا وكانهم متاهلين. على كل حال، هاي رحلتي الخاصه معكم لاياب دور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا. احكوا لي في خانه التعليقات، هل سيصمد ريال مدريد كمان مره امام مانشستر سيتي في نصف النهائي؟ الذهاب في مانشستر وبرضه الاياب في سانتياغو في مدريد. وتذكروا دفاع تشيلسي اقوى من دفاع السيتي، وهجوم السيتي يفتقد للمخلص نفس هجوم تشيلسي. انتوا شو رايكم؟ احكوا لي في خانه التعليقات. لا تنسوا لقائنا مع بعض اليوم الساعه 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه عبر تطبيق وولف. حندردش ونستمتع وتطلع معي على الميكروفون. رابط تحميل التطبيق والوصول للغرفة في وصف الحلقة تحت المقطع ومثبت كمان تحت في أول تعليق. حساباتي الشخصية تحت تصرفكم. لايك للحلقة واشترك وفعل جرس التنبيهات على كل إشعارات. أراكم على خير أصدقائي. سلام عليكم.